فرحان ألتقي بكم وأشكر أتسابونا على محبتهم ولقائنا حوالين العلاقة بين الكبار والصغيرين من أولياء الأمور والشباب، وهنديها عنوان كده: ابنك عدوك أم صديقك؟ طبعا بعد الشر إن أولادنا بيحبونا، لكن ممكن بسبب تصرفاتنا يوصل إنه أولادنا يعدونا، للأسف ممكن نوصل لكده. وإحنا اللي بنكون متسببين، مفيش طفل مولود بطبعه بيكره والديه أو عنيد على طول الخط، لا، هي التربية هي اللي بتغير في الطباع وفي الشباب، وهي اللي بينتج عنها إنسان صالح أو ينتج عنها إنسان شرير، وهي اللي هتحدد علاقتك بأولادك بعد كده. في آية مشهورة قالها معلمنا بولس الرسول، وبالرغم أنه هو كان بتول لكن كأب روحي ربى شباب كثير، قال كلمة حكمة كررها في كولوسي وفي أفسس، قال: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. ما تغيظوش العيال. تعالوا نقول كده شوية نقط إزاي في اتصالنا بأولادنا بنغيظهم، في علاقتنا بأولادنا ممكن نكون بنغيظهم أو بنرفزهم. وكمان قالها وقال بعدها: لئلا يفشلوا. يعني ممكن الغيظ المستمر من الكبير للصغير يوصله بعد كده إلى نوع من الفشل. الفشل ده إنه يطلع قلقان، يطلع عصبي، يطلع عنيف، يطلع ناقم على الحياة، يطلع مش عارف يحب نفسه، يطلع أي حاجة فيها عيب واضح. وده معناه إنك أنت عملت من ابنك عدوك بطريقة غير مباشرة. أول حاجة بتغيظ عيالنا جدا عدم اتفاق الأب والأم. الطفل من صغره لما يشوف والديه بيتخانقوا يحصل حاجة صعبة جواه، يحس بقلق فظيع وخوف، ويحس ان هو السبب مع انه ملوش دعوة، هو مش السبب، ويتراكم احساس الذنب جواه لدرجة ممكن يعاني من الاكتئاب طول عمره، ويكون الحكاية كلها اصلها انه هو سنتين شاف ابوه بيزعق في امه، او يعني كان الهم والغم في البيت كتير، فاتراكم جواه مشاعر من الحزن والكآبة كبرت معاه ومش عارف يعيش حياته. لان ده بيغيظ جدا اولادنا، لانه الطفل بيحب والديه، فلما الوالدين بيتخانقوا هو بيبقى مش عارف يعمل ايه، مش قادر يجي في صف حد، مش قادر يكره حد على حساب حد. عدم اتفاق الكبار بينتج عنه اثار سيئة جدا طول العمر، حتى الاتفاق في التربية. يعني لو الأب بيقول كلام والأم بتكسره من ورا ظهره، أو الأم تزعق يقوم الأب يكسر كلامها، الحكاية دي بتحطم نفسية الشباب وتخليهم بعد كده يلعبوا بالكبار. بيغيظهم إن مفيش رأي واحد في البيت، مفيش نظام واحد في البيت، مفيش منهج واحد في البيت، ممكن يبقى الأب في وادي والأم في وادي. حاجة تاني بتغيظ عيالنا وممكن تفشلهم على المدى البعيد، عدم الاحترام والتقدير. للأسف في آباء وأمهات بيعاملوا أولادهم بعدم احترام. يعني إيه؟ تعرفين المثل البلدي اللي يقولك إن كبر ابنك خويه، يفضل يناديه مثلا: روح يا ولد، تعال يا ولد. قال له: الولد ده ملوش اسم، ده ابنك، ده أغلى حاجة عندك، ده انت مش تناديه باسمه بس، ده انت تناديه باسم الدلع كمان، عشان يحس بقيمة نفسه. انما لما يسمع انه دايما لقب ولد او يا بنت، وطبعا ناهيكم في ناس ما بتستخدمش حتى الالقاب دي، في ناس بتنادي بالشتايم على طول، طبعا ده بيكسر نفسية اولادنا وبيأذيهم طول العمر. لانه لما يحس ان بابا المهم ده كبير، ده بينادي عليا بحب، بينادي عليا باحترام، بيكلمني باهتمام، لما بتكلم معاه بيسيب الجرايد من ايده ويركز، لما اجي اتكلم معاه بيوقف اللي في ايده ويرد عليا،
معناه بيحترمني زي الكبير، على طول الطفل يحترم نفسه. احترامك لابنك هو ده اللي هيخليه يحترم نفسه. يحترم نفسه يعني ايه؟ يعني يبقى مصالح نفسه، يبقى عنده ثقة بنفسه، يبقى مقبل على الحياة، يبقى مش عاوز يعمل حاجة غلط لأنه هو شايف نفسه كبيرة، ويعيش دايما في أمان وسلام مع نفسه مجرد أن أبوه وأمه كانوا بيحترموه. وطبعا الموضوع يوصل أنك تاخد رأيه كمان في موضوع، أنك في العربية بيحصل كلام وحب يقول رأيه تسمع له وتحترم الرأي اللي بيتقال وتناقشه فيه. كل ده يدي ابنك إحساس بالثقة ويبعد عنه الغيظ والفشل. عيب ثالث يخلي أولادنا أعدائنا، الاستخفاف بالرأي أو المشاعر. يعني مثلا ابنك اتغلب في ماتش كورة، راجع مروح مثلا بيعيط أو متنرفز، ما تزعقش فيه تشخط وتقول له الكلام الفاضي بتاعك ده، مش توضب اوضتك. هو متضايق، دي مشكلة بالنسبة له، هو كان متحمس للماتش وخسر في الماتش ومتضايق. لما يحس انك انت متعاطف معاه طبطب عليه، المرة الجاية تكسب ما يهمكش، يجوز برضو كان في خطأ في ترتيبات الماتش، انت حاسس بيه، دي على طول تفرق معاه جدا. انما ساعات نستخف بمشاعر او افكار او كلام اولادنا، استخفاف ده يغيظهم جدا. انك انت تتريق على ابنك في حضور الناس، بالذات بقى قدام الخلان والعمام والاصحاب، في اباء وامهات يتباروا في التريقه على اولادهم. طب ده ابنك انت بتعمله مسخه قدام الناس، يقول لك ده بياكل زي اللي مش عارف ايه. الله، طب ما هو الولد ده بيتجرح نفسيا لما بتقول كده قدام ناس، لما بتقول عليه ما بيذاكرش خالص، اصله مش فالح. كل الكلمات العنيفة دي بتغيظ اولادنا وتفشله. يدخل معاها كمان حكاية النقد المستمر. من الحاجات اللي بتغيظ عيالنا انك لا تكف عن النقد. في اباء وامهات ما بيعرفوش يقولوا غير الغلط، ما بيشوفوش غير الغلط طول الوقت. انت مش بتعمل، انت اصلك مهمل، انت مش نظيف، انت متعب، انت رغاي، انت. ولادنا بيصدقوا اللي بنقوله، وبعد كده اللي احنا قلناه وقعدنا نقوله سنين في الطفولة بيتركن في دماغهم، ويبقى دي صورته عن نفسه. فالعلم النفس الحديث يسموها سيلف ايمج، يعني صورة الانسان عند نفسه، هو بياخدها من والديه. انت شايفه ايه؟ شايفه مهمل، خلاص انا مهمل، هعيش بقيه حياتي مهمل لان ابويا كان شايفني كده. انت شايفه ايه؟ مستهتر، خلاص انا هفضل طول عمري مستهتر. انت شايفني خيبان، يبقى انا هفضل خيبان. انت بتطبع الصوره السيئه على ابنك بكلامك، بالنقد المستمر. دي عمليه مؤذيه جدا. والعكس طبعا، لو انت مشجع هتدي له صورة تاني خالص، انت ناجح، انت متفوق، انت طيب، انت حلو، انت شماس حلو، انت بكرة تطلع حاجة كبيرة. الصورة دي تقمصها برضو ويطلع حاجة كبيرة لانك انت شايفه كده. حاجة تغيظ العيال مشهورة قوي، اسلوب بقى انا لما كنت قدك ناهيكم على الجملة دي. يعني بتغيظ العيال جدا في كل الاعمار، لأن كل الآباء مطلعين نفسهم ملائكة، كل الأمهات مطلعين نفسهم ما كانوش بيغلطوا أبدا، وكأن التعليم يعني كان مختلف مثلا ولا حاجة. يعني عمري ما سمعت أن في أب قال لابنه أن أنا طلعت التاني أو التالت، كان دايما الأول، غالبا ما كانش في غيره في الفصل. الحقيقة الظاهرة دي مؤذية جدا. بالعكس، ده انا عندي لما تقول له على فكره انا في يوم من الايام غلطت الغلطه دي ودفعت ثمنها، افضل 100 مره من انك تطلع نفسك سوبرمان قصاده طول الوقت. دي بتغيظه. لا، انت كنت طفل وكنت بتغلط، فبلاش دايما تتكلم بطريقه تحسسه ان هو مقارنه بيك فاشل. طب ما انت كده بتغيظه وبتحطمه بدون داعي. لكن ممكن تقولها له بطريقة مخففة،
لكن اسلوب المقارنه المستمر بين جيلك وجيله، طب ما هو في جيل غير جيلك، وانت كان وقتها في كمبيوتر ولا كان في ديش ولا كان في، ما كانش في الحاجات دي، فما ينفعش تقارن، ما فيش مجال للمقارنه. ودي دخلنا على المقارنات والطلبات. الحاجات اللي تغيظ العيال كمان ان انا اقعد اقول له شوف اخوك، شوف جارك، شوف ابن عمك، انت الوحيد اللي ما بتعملش، وافضل دايما حاطه في مقارنه. دي تعمل ايه؟ مش بس تغيظه، تخليه يكره الناس، تخليه يحقد على الناس، تخليه يغير غيره مره بسبب كلامك. هو كان بيحب اخوه، لكن لانك دايما حاطط اخوه في مقارنه خلاص هيكره اخوه وتبقى انت السبب. فاكرين ابونا يعقوب لما غلط غلطه وجاب التوب الملون ليوسف؟ هو اللي خلق الغيره عند اخوات يوسف ودفع ثمنها غالي جدا، لكن ما كانش حكيم في التصرف. غظهم، غظ عياله لما ميز يوسف عن اخواته. حتى لو كان يوسف اخلاقه عاليه وكان احسن من اخواته ما تبينهاش، ما تحطهمش في مقارنه مع بعض. مقارنات بتغيظ. على نفس المنوال الطلبات، لما تطلب طلبات من اولادك فوق طاقتهم تستفزهم. ساعات تطلب طلبات مش منطقيه، يعني مثلا ابنك بيذاكر، تبقى عاوز يذاكر 10 ساعات، ما هو ما ينفعش، هو شاب برضه وعاوز يقوم كل ساعه يتحرك ونفسه يعمل تليفون لواحد صاحبه، يعني خليك منطقي. ما تطلبش طلبات فوق المنطق عشان تغيظه بدون داعي. من الحاجات اللي بتغيظ عيالنا كمان أنانية الكبار. هتقولوا بقى لا احنا عمرنا ما كنا أنانيين، لا بصراحة بنبقى أنانيين ساعات. أديكم مثل مشهور. الأب يدخل بيته تعبان، عاوز محدش يتحرك في البيت ومحدش يهمس، عاوز أنام. الله، وأنت يعني مفيش غيرك في البيت؟ في ناس تانية موجودة في البيت. عاوز هو اللي يمسك الريموت ويتفرج على التلفزيون، طب ما ابنك كان بيتابع حاجة. ما هو ما حاجة تغيظ انك انت تاخد الريموتك منك جيت وانك منك صاحب البيت، يبقى انت اللي تفرض رأيك وتتفرج على التلفزيون. طب هو الغلبان ده ملوش كلمة، ملوش رأي. تصرفات تغيظ. وممكن الشاب من دول يقوم متغاظ على اوضته، بس انت غيظته. والغيظ اول طريق الفشل. لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. ممكن بعد كده يتغاظ منك مرة واثنين وثلاثة، ينتقم منك في نفسه. خلي بالكوا اولادنا طيبين، فما يقدرش بالساهل يرد عليك او ينتقم منك بعد الشر، لكن ساعات يعملها بطريقه نفسيه غلط، انه ينتقم منك في نفسه، ما يذاكرش، ينحرف كنوع من العند لانك انت مش مريحه. الاستغلال اللي بيسموه ابيوز، جاي منها يوز، لا الابيوز يعني الاب نورمال يوز، يعني انت بتستغل او بتستخدم اولادك استغلال خطا. دي موجوده في بيوت كتير. يبقى الاب يدخل كده رجل على رجل، هات لي كوبايه ميه، اعمل لي شاي، روح هات لي كذا، اعمل، ومش بتتقال حتى بطريقه ناعمه فيها حب فيها داله، ومش بنتبادل الادوار، انت ممكن تجيب له كوبايه الميه في لحظه، لا فيها سي السيد على العيال، يعني مش كفايه مراتك تعبانه، لا كمان والعيال يروحوا في الرجلين. الاستغلال ده يغيظ جدا الولاد، لان بعض الشباب يجوا يشكرنا، يحسوا ان الاب ده زي السيد مش اب، وهم زي العبيد. الصورة دي صورة منفرة بتغيظ الولاد، ولما بيكبروا طبعا ممكن يلخبطوا. من الحاجات كمان المؤذية للأطفال والشباب في التواصل بين الكبير والصغير التمييز بين الأولاد. زي المقارنة، مش لازم يحصل مقارنة بالكلام، لكن ساعات الطفل يلاحظ انك انت بتميز بينه وبين اخواته، بتهتم بالولد اكتر من البنت، او ساعات تهتمي بالبنت اكتر من الولد، او تهتم بمتفوق اكثر من الاقل تفوقا، بينما ممكن تكون امكانياتهم كده. مش ذنبه ان هو مش شاطر قوي، يعني يكون بيجتهد لكن غصب عنه ما يعرفش يجيب 100% دي. هنا التمييز في المعاملة يجرح نفسية الاولاد جدا ويغيظهم، وممكن يفشلوا بأشكال مختلفة في المستقبل. من الجروح المزعجة جدا للأطفال والشباب الإهانة
بأشكالها وبالذات أمام الآخرين. برضو دي غلطة مشهورة للأسف موجودة في مجتمعنا، أنه الأم أو الأب يشتم أو يهين أو يزعق أو يمكن يضرب ابنه، والأوحش جدا أنها كمان تكون في عينين الآخرين. يعني هي أساسا غلط، إنما تتضاعف بقى الجريمة لما تكون مسكت ابنك وعنفته قدام حد. لأنه أي طفل وأي شاب بيحب يبان قدام الناس إنه كويس. كلنا بنعمل كده مهما كبرنا، نحب نبان قدام بعض كويسين. أنت كونك بتهز صورته قدام الناس، بتهينه بتهزقه، دي قاسية جدا ومهينة جدا ومؤذية، وتخليه يتغاظ ويتراكم جواه الغيظ وممكن بكرة يفشل. أيضا من الأخطاء المشهورة، أنا بس بحط لستة الأخطاء، على فكرة كل خطأ من دول ممكن يبقى له قصة طويلة، يعني بنحصل إزاي وبنعالجه إزاي، لكن إحنا بس بنعدد الأخطاء المشهورة في التواصل بين الكبير والصغير تحت فكرة لا تغيظوا أولادكم. القمع المستمر والقسوة. القمع يعني ايه؟ هس، محدش يتكلم، يجي يتكلم يجي يقول رأيه ما تفتحش بقك. الله، ليه ما يفتحش بقك؟ طب انت بتقول كلام هو عاوز يرد، عاوز يتناقش، عاوز يدافع عن نفسه، من حقه، ده حتى حقوق الانسان بتقول كده، انه من حقه يدافع عن نفسه. اكمنه في بيتك، وانك منه صغير وانت كبير، ما يدافعش عن نفسه، ما يقولش اللي جواه، ده قمع، ده قهر، ده ذل، ده لازم يخليه ينفجر في يوم من الايام، ينفجر في اي حد، ينفجر في الكبير، ينفجر في نفسه، ينفجر في اخواته. القمع والقسوة مؤذيين جدا في التربية، لانها بتعمل تراكمات نفسية ممكن تقعد طول العمر، وممكن بقول لكم تحطم الشخص بعد سنين طويلة. يعني في شباب كتير من المدمنين طلعت الحاجات اللي بنقولها دلوقتي هي السبب الاساسي وراء ادمانهم، انه كان في قسوة، كان في نقد مستمر، كان في اهمال، كان في تعامل جاف، كان في اهانة قدام الناس، الحاجات دي وصلتهم في يوم من الايام للادمان، للشر وهكذا. غلطة اخرى مشهورة، غلطة التسلط والحدود القاسية. يعني ايه؟ يعني مثلا يكون الشباب النهاردة في الصيف، الشاب ما حدش بيروح قبل 11 بالليل، بيقعدوا في نادي الكنيسة وبتاع، انت تقول له انا 9 مساء ما فيش حد يدخل عندي البيت بعد 9، ده في اولى جامعة، اولى جامعة هتقول له 9 مساء ازاي؟ خليه يعيش زي جيله. طيب ما تقعدش تتكلم عن ماضي عهد قديم، بلاش تسلط، خليك واقعي. خلاص كل الشباب يسهروا في الكنيسة شوية، خلاص مضطرين نمشي مع ما تسيبوش يسهر قوي، ما تسيبوش يزودها قوي، لكن بلاش التسلط الأعمى، بلاش الحدود القاسية اللي ما فيهاش مرونة، لأن ده بيخنق أولادنا، لأنه بيقارن نفسه بجيله، فبيحس إنه محروم من الحاجات الطبيعية بالنسبة لجيله. إحنا مش بنتكلم في الغلط. برضو لغة الأوامر من الحاجات اللي بتغيظ أولادنا، إن كل علاقتنا بيهم أوامر ونواهي. في بيوت كتيرة كده الأب ما بيقولش غير اعمل وما تعملش، عمره ما قال ازيك، عمره ما قال وحشتني، عمره ما قال تعال احكي لي، عمره ما قال له عاوز احكي لك، ما فيش صحوبية، كل اللغة ايه؟ اعمل وما تعملش. طبعا دي بعد شوية بقت علاقة مدير وموظف، راحت الأبوة وراحت البنوة وراحت المحبة وطفت وغاظت العيال، العيال عاوزة حب، عاوزة دلع، عاوزة تشجيع، عاوزة صداقة. فلغة الأوامر والنواهي كفيلة أنها تغيظ أولادنا وتجرح نفسياتهم. الحاجات اللي بتغيظ قوي كمان عيالنا، عدم الثقة. عدم الثقة يعني البنت مثلا تيجي في إعدادية وأولى ثانوي بتاع، تبتدي تكتب مذكرات، تقوم مامتها تتسحب وتفتح الدرج وتقرأ المذكرات. إيه هو ده؟ تقول وهو في سر بيني وبين بنتي؟ اه طبعا في سر، هي حرة في حاجتها، فين الخصوصية؟ وطبعا البنت تعرف انها حاجتها اتفتحت وتقرأت، تتغاظ جدا، تتغاظ جدا، ودي تخليها ك
كانت هتحكي لأمها حاجات مش هتحكي لها أبدا، تعند بقى لأنه تصرف غلط تمام من الأم، أو تسمع ابنها بيتكلم على التليفون تفتح التليفون التاني تشوف بيكلم مين، والولد يحس. ده في أولاد يجي يقولوا لنا أنا بقصد بقى أغيظ بقى بابا وماما، أول ما لقاه فتح التليفون التاني أقعد بقى أقول الكلام اللي بيضايقه. ما هو خلاص بقى هنا نلعب بقى إيه قط وفقر بقى. طبعا إحنا اللي وصلناهم لكده، ليه؟ لأن أنا مش مديله ثقة. مش هي دي الصداقة، الصداقة فيها ثقة، هنا في عداوة، العداوة فيها عدم ثقة. فكوني مش بدي ثقة لابني بيخليه لا يثق فيا ولا يثق في نفسه، وساعات لا يثق في الله. في شباب مش عارف يقرب من ربنا بسبب تربيته الغلط، تصوروا؟ في شباب مش عارف يحب ربنا، مش عارف يثق في ربنا لأنه ما يعرفش يعني ايه ثقة، ما يعرفهاش. لحد وثق فيه ولا هو عرف يثق في حد قبل كده. فتقول له ربنا طيب، ربنا بيحبك، ربنا معاك، مش قادر يصدق. ليه؟ وانا كان عمر حد بيحبني؟ وانا كان عمر حد بيثق فيا؟ هو بالنسبه له التربيه الخطا كسرت جواه حاجات كتيره قوي، فين بقى عشان يرجع يؤمن ولا يصدق ولا يثق؟ الاخطاء المشهوره اللي بتغيظ ولادنا التعيير. التعيير يعني ايه؟ حاجه شبه الاهانه كده، لكن ان انا اعيره اقول له انت ناسي يوم ما كسرت الترابيزه اللي كنا جايبينها بالشيء الفلاني؟ الله، ما يوميها خد له قلمين، ويعني انت عملت اللازم واكتر، لازم هتقعد تعيدها له كل شهرين ثلاثه. طبعا دي عمليه مزعجه جدا، ولو ربنا عمل معانا كده كنا اتبهدلنا. ربنا مش بيرجع يقول لك انت اصلك عملت وسويت، خلاص خطاياكم لا اعود اذكرها. دي طريقه ربنا اللي بيربينا، ما بيرجعش يمسكك ويقول لك هو انا نسيلك، ما بيحصلش. ان كنت للاثام راسدا يا رب، يا رب من يزود. طب ما تعامل ولادك زي ما ربنا بيعاملك، ما تفتكرلوش الغلط. خلاص الغلط وقتها خد تاديب، خد كلمه، خد توجيه، خد اي حاجه، ساعتها خلصت. انما نقعد نعيد ونزيد ونفكره انه ضيع الموبايل وانه كسر مش عارف ايه وانه اصله سقط من 10 سنين، طول ما انت بتعيره انت بتغيظه وبتكسره وبتخليه هو يعند وتخليه مش عارف يحبك، تخلي البنوة الطبيعية اللي جواه تتشوه. في بنوة طبيعية، اولادنا بيحبونا بتلقائيا، انما احنا اللي بنخليهم يحبوناش بطريقة. القدوة السيئة من الحاجات اللي تغيظ جدا، لما يجي شاب يقول لي مثلا ويقولها بكسوف، انا بتكسف من ابويا. كلمة صعبة، بتكسف منه قدام اصحابي وهو بيهرج تهريج مبتذل. طبعا احساس وحش بقى، ابوك اللي تفتخر بيه بقى بتخجل منه. طب هو العيب عليه؟ هو العيب مش عليه بصراحة، العيب على الكبير انه لم يكن قدوة جميلة. وفي واحد تاني يبقى فخور بيعرف اصحابه بابوه وهو فرحان، ابوه ملو هدومه، ابوه انسان تقي، ابوه انسان صالح، انسان يشرف. احساس صعب قوي انك تبقى خجلان من والديك. احنا ساعات نوصل عيالنا للاحساس ده بالقدوة السيئة. القدوة السيئة دي بقى في الشتايم، في العصبية، في اللبس، في التصرفات، قدوة سيئة. تخلي ابنك اللي واعي واللي فاهم مكسوف لك سلف. ابني بقى قاعد في العربية وابوه عمال يدب خناقة في المرور وفي السكة، الولد مكسوف لانه اخلاقه حلوة وبيتربى في الكنيسة ومش دي الطريقة اللي عرف انها صح. انما مكسوف ان بابا بيرد الشتيمة بشتيمة. طبعا قدوة سيئة، بيتغاظ وما يقدرش يقول لك يا بابا بلاش كده، ما ينفعش، انت هتسكت له لو قال لك كده. يبقى القدوة السيئة بتغيظ ولادنا. السلوكيات المخزية، صعب قوي لما تيجي بنت ولا ولد يقول لي بصراحة لقيت على الموبايل بتاع بابا رسالة كده مش تمام، رسالة وحش، حاجة صعبة قوي، سمعته بيتكلم في التليفون وما كنتش قاصد ولا حاجة، كلام وحش قوي، سلوك مخزي، سلوك مخزي. فيبقى الولد باصص في الارض لان ده ابوه مهما كان، دي والدته،
فكان يحب ان هو دايما شايفهم كبار. من الحاجات اللي بتغيظ اولادنا كمان الاهمال. يعني الولد يبقى راجع مثلا من امتحان متشوق جدا يحكي لوالديه امتحان جه كويس وهو عمل كويس، انما يجي يلاقي امه على التليفون قاعده نص ساعه تضحك مع صاحبته وهو عاوز يقول لها انا عملت كويس يا ماما. بعدين اهمال. او الاب داخل يقول فين الاكل فين النوم فين، قال لا انت ابنك كان عنده امتحان يا اخي اساله عملت ايه حبيبي. مجرد السؤال ده يحسسه ان هو مهم وانه انت مشغول عليه وانك بتتابعه. انما احيانا مع المشغولية الزيادة بتاعتنا وصلنا الى نوع من الاهمال في اولادنا. مش مهم اصحابه مين، مش مهم راجع الساعة كام، مش مهم خرج فين، مش مهم حتى تطمن عليه. بتوصل لكده الاهمال بيغيظ وبيجرح نفسية الشباب وقد يفشل. من الحاجات اللي بتغيظ الشباب والاطفال غياب الحوار، وده يبدأ من الطفولة. يعني الطفلة تيجي تحكي لأمها تقول لها ايه العروسة يا ماما وعاوزة تحكي لها حكاية خيالية، بقى الام تقول لها يا شيخة بلاش كلام فاضي سيبيني في حال. طب خلاص انت بكرة بعد 10 سنين هتحايلي بنتك عشان تحكي لك؟ مش هتحكي لك حاجة. عشان الكلام الفاضي انت ما كنتيش فاضية تسمعي، الكلام المليان مش هتطولي تسمعي، تبقي نفسك تعرفي سر بنتك مصاحبة مين وماشية مع مين بس خلاص بعينك. لانه انت وهي صغيرة كان نفسها تحكي وانت اللي كبستيها. فاهمين اللي انا اقصده؟ غياب الحوار بيغيظ عيالنا. هو عاوز يحكي معاك، عاوز يصاحبك. الطفل يا جماعة نفسه يصاحب والديه، افتكروا القاعدة دي. ودي فرصتنا، لو صاحبناهم هيفضلوا اصحابنا طول العمر، حتى لما نشيخ ونعجز يفضلوا يقولنا ويسألوا علينا، يحبوا القعدة معانا. انما احنا بالاهمال بالانشغال بحالنا الزيادة، بالنظرة الدونية ان هم صغيرين ما بيفهموش، بغياب الحوار اللي بيحصل في الايام الاولى وفي سنوات الطفولة والشباب، خلاص كل واحد عايش في عالمه. فيجي الشاب يقول لك عمر ما ابويا كان صاحبي، اقعد اقول له مين اقرب لك بابا ولا ماما، يقول لي لا مفيش حد قريب لي في البيت. يا ابني ما بتحكيش مع حد، تقول لي لا اصحابي بس. ربنا يستر بقى اصحابه يطلعوا كويسين. غياب الحوار لوحده يغيظ. غياب الوالدين المستمر او عدم التواجد بيغيظ. يعني ايه؟ الطفل يقول هو على طول بابا مسافر. الطفل بيقول كده، دي غيظات. ليه؟ اشمعنى كل العيال عندها بابا؟ هي ماما دايما في الشغل. الغياب المستمر بيغيظ. وتاني بقول لكم الغيظ المتراكم الكتاب قال يفشلوا في الاخر. الدلع والاهتمام الزايد، ان كان الاهمال جانب من القضية ممكن يأذي اولادنا، كمان الاوفر بروتكشن او الاهتمام الزائد او المبالغة في الاهتمام بتأذي الاولاد. في واحد يبقى خارج مع اصحابه وهو في ثانوية عامة، كل نص ساعة تليفون من ماما، انتوا فين دلوقتي؟ كل اصحابه يبصوا له ويضحكوا. طبعا في نظرهم ايه؟ ده حتة العيل بقى اللي مامته بتسأل عليه كل نص ساعة. اهتمام زائد بيجرح نفسيته. قال لا يا ماما انا قلت لك احنا في المكان الفلاني ومش هتاخر. هنا الاهتمام الزائد يغيظ برضه. الاهمال يغيظ والمبالغه في الناحيه الثانيه تغيظ. امال ازاي بقى نخلي ولادنا اصحابنا؟ نقلب الموضوع ونتكلم في الايجابيات. كيف تجعل ابنك صديقك؟ ازاي تخلي ابنك صاحبك؟ ازاي تعمل تواصل؟ تواصل ده علم النهارده، الكوميونيكيشن ده من اهم العلوم الانسانيه دلوقتي، فن التواصل. والتواصل الحوار ما عادش كلام بس، بالعكس النهارده بيقولوا الكلام في الحوار او في التواصل لا يمثل 20% في علم التواصل. في لغات من الحب بتتواصل بيها مع اولادك، دي لغات مشهوره
نعبر عنها ونقول ايه، خمسة منهم لغة الوقت الكواليتي تايم، لغة اللمسات التاتشز، لغة الأعمال الأكتس، لغة الهدايا لغة الكلمات. يعني ايه؟ دي طرق بنتواصل بيها مع أولادنا تقدم لهم الحب وتخليهم أصحابنا. أول نوع الكواليتي تايم. كواليتي يعني ايه؟ يعني الوقت النوعي، مش بس الكمية. الكمية مهمة، انما تصور معايا انك راجع من شغلك وتعبان فعلا وكلت لقمة ودخلت تريح، وبعدين فاضل لك ساعة يعني على الأقل يوم ويخلص، وبعدين هتقعد تتعشى مع أولادك. وقت العشاء الجو ماشي ازاي؟ بتحكوا في ايه؟ بتحكوا، انت بتحكي وهما بيحكوا، ولا شغالين التلفزيون وكلكم بتتفرجوا على التلفزيون؟ خلاص يوزلس، ملوش اي قيمة الوقت ده. ليه؟ ما حسناش ببعض، ما حكيناش مع بعض، ما تمتعناش ببعض، ما تصاحبناش، ما حكاش الولد عن اللي حصل له، ما حكيتش انت كأب عن اللي بيحصل لك، خلاص كل واحد في عالمه. انما مجرد ان الوقت ده راح في حكاوي، راح في ضحك، هتطلع الادفايس الصح، النصيحة هتطلع، الخبرة هتطلع، المعلومية المظبوطة. يبقى مجرد تقضي وقت بطريقة جادة، طريقة جادة مش معناها ناشفة يعني تأزم الولاد، لا، معناها انك انت الوقت ده مستفيد منه. حبذا لو قلت له ما تيجي يا ولاد نصلي مع بعض، انا بقالي مدة مش بصلي عدل، تعالوا نقف نقول صلاة الشكر ومزمور الخمسين. ولادك اطفال وفرحانين قوي، بابا وماما بيصلوا معانا. ولما تبقوا شباب صلاة النوم يلا مع بعض هتاخد ربع ساعة، انما تحس انا وبيتي نعبد الرب، ده نوع من الكوميونيكيشن، التواصل، وانت بتسمعه هو بيقول الصلاة وهو سامعك، ده تواصل، ده تقارب، ده صداقة. دي حاجة مهمة جدا نفسيا مش بس روحيا. يبقى نوع الوقت مهم، اهم وقت كمان. مش كل ما تبقى قاعد في البيت تبقى نعسان ومتضايق ومكشر وتعبان. طب هو ذنبهم ايه اللي في البيت؟ وانت دايما تخلصي كل اللي وراكي وبعدين يجي تقعدي مع عيالك تغمضي عينيك. طب هم ذنبهم ايه؟ ان هم دايما شايفينك مغمضه، هتقولي ورايا ورايا. ايوه بس انت ستي اهم حاجه، وقت ولادك اغلى كتير من المطبخ ومن التليفون ومن الشغل كله. خلي البيت 70% بس العيال 100%. فاحنا ساعات بنضيع وقتنا بطريقه مش منظمه، ويجي اهم وقت نضيعه ونحرم ولادنا منه. طبعا كمية الوقت يعني ايه؟ لازم نخرج لوحدنا كأسرة، لازم نصيف لوحدنا كعيلة، مش مع حد، مش مع حد. النهاردة في مرض ان المصايف مشتركة. طب ما انت لما تبقى حتى المصيف الاسبوع اللي مستنيينك في السنة مقضيه مع اخواتك واصحابك وعيلتك الكبيرة، طب ما اولادك ما شبهوش منك. مين قال ان دي ميزة؟ اعمل اسبوع كده اسبوع كده لو بتقدر، ولو ما فيش غير اسبوع واحد يبقى الاسبوع ده بتاع بيتك ولادك، محتاجينك اكتر، مراتك وعيالك محتاجينك اكتر من اصحابك وشغلك. هنا بقى تميز الوقت اللي تقدم فيه. مجرد تواجدك بيقول للولاد انا بحبكم. التواجد والوقت اللذيذ ده. تاني نوع من لغات الحب، لمسات الحب. لمسات الحب يعني ايه؟ للاسف احنا في مجتمعنا الشرقي جافين شويه. يعني ممكن يبقى شاب كده يقول لي انا لا اذكر ان ابويا خدني في حضنه مره في عمري حتى وانا طفل. ليه؟ اصل كانها عيب، ده راجل، عيب راجل، وهو سنتين كان راجل، ما اتدلع فيه شويه حصل ليه يعني؟ وهو شاب حتى وطلع مؤتمر مع الكنيسه ورجع، ما تاخده في حضنك يعني؟ هي دي حاجه تزعل؟ ولا ازيك؟ ازيك مش كفايه يا اخي؟ طب هو مكسوف يقول لك انه عاوز ياخدك في الحضن. اشمعنى يعني لما بتشوف واحد صاحبك بتقول اهلا من كل قلبك، وابنك كده واقف معاه زي بتاع ليه؟ طبعا الحاجات دي بتغيظ العيال، بيغيظهم انك انت ممكن ترحب بالغريب اكتر منه هو، وانك تسلم عليه بمحبة وحرارة اكتر منه. اللمسات دي من اول الابتسامة، ابتسامة تعبير، السلام الحار تعبير، كلمة الحلوة تعبير. من اللمسات النهاردة الموضة المسجات. عمرك فكرت تبعت مسج لابنك الشاب على الموبايل؟ تتشقى زي العيال كده؟
ده هم يفرحوا جدا بالحركات دي. لما بابا يبعت له رسالة على الموبايل يقول له انت وحشني، انت فين بقالي يومين ما شفتكش ولا بتاع، ياه يبقى مبسوط جدا، هتفرق معاه جدا. انما انت يوم هتبعت مسج تقول له ما تنساش تجيب العيش وانت جاي، يعني اول ما هتدليتها على طول هيشيلها، هيشيل المسج دي، لانه مش هو ده الكلام. فهنا اللمسات اللطيفه دي، التركيز مع الشخص المدعبه، ربنا يسوع كان يعمل كده حتى مع الاطفال. لما جابوا له العيال والناس كرشتهم كده، انتهر الكبار وخد العيال في حضنه ووضع يديه على كل واحد واحتضنهم. طب ليه احتضنهم؟ لان العيال محتاجه كده، الطفل يحب دي، يحس بيها. طب اعمل انت مع اولادك حتى. ثالث تعبير للحب او لغه الاكتس، الاكشنز، الاعمال. مش كفايه انك تقول كلمه طيبه، مش كفايه تلمس لمسه بريئه نقيه لاولادك، انما كمان عبر عن حبك باعمال. اعمال كلنا بقى هنقول ايه؟ ما احنا طول ما بنشتغل عشانهم. مش واصله الفكره دي لاولادنا، ده كلام بالنسبه لهم نظري. انك انت بتسافر تجيب فلوس، لا بصراحه انت بتسافر عشان بتلاقي نفسك، ونجاحك ده عيب لك انت، هو مش فارق معاه الفلوس كتير زي ما انت فاكر. هو عاوز اكشنز حقيقيه يحسها، عاوز مثلا تشاركه وهو طفل قاعد يلعب لعبه، اقعد على الارض ويلعب معاه، وهو شاب عاوزك تشاركه في طموحاته احلامه. المشاركه اكشن يقعد له طول العمر، يقعد فاكرها لك. انا ابويا كان يلعب معايا مش عارف ايه وكنت بغلبه، بس ده معناه انك انت عرفت تصاحب ابنك. شوف لو صاحبته نجيته من بلاوي كتير قوي، ما صاحبتوش ربنا يستر، هيطلع له اصدقاء تاني ما تعرفش اولهم من اخر. لو عرفت تصاحب عيالك مش هيبعدوا عنك او مش هيبعدوا عن ربنا، انما خسرت صداقتهم ربنا يستر هيحصل ايه بعد كده. الاعمال دي مش لازم تبقى اعمال ضخمه، يعني ده انت ممكن تكون بتغطي ابنك وهو نايم يحسها وتفضل جواه مريحه وادياله سلام وثقه بنفسه طول العمر. حركه بسيطه، انت ما تاخدش بالك انها ليها قيمه، لكن بالنسبه له ليها قيمه كبيره. تعبير اخر للحب تعبير الهدايا، لغه الهدايا. برضو احنا بنقول هما اول ما تيجي سيره الهدايا كل واحد يفكر في الفلوس وجيبه، الموضوع مش كده. مين قال ان العيال محتاجه هدايا غاليه؟ صحيح العيال طماعين دلوقتي، بس برضو صدقوني فكره انك جايب له حاجه بدون مناسبه بتفرق معاهم جدا. وطبعا كونك فكرت ايه الهديه اللي تعجبه مش اللي انت تحبها له. اديكم مثل عن خطأ مشهور، انه مثلا الاب نفسه ابنه يطلع مهندس، والولد اساسا ملوش خالص في اللعبة دي، فكل عيد ميلاد الولد يقول بابا هيجيب لي كورة، هيجيب لي بينج، هيجيب لي مش عارف بلاي ستيشن، هيجيب لي يوم يجيب له ميكانو ومش عارف ايه والحاجات بتاعت الهندسة، ويتغم الولد كل سنة في عيد ميلاده. ليه؟ أبوه بيجيب هدية وبيصرف، بس هو بيصرف على مزاجه هو. يا ابن يا بابا الولد بيحب حاجة تاني، شوفوا هو نفسه في ايه، ده يومه هو مش يومك انت. انما هنا تحسه انه مش عارف يصاحبه، لانه مش بيجيب الهدية الصح، بيجيب هدية غلط. غلط ليه؟ لانه هو عاوزه يطلع في حاجة معينة. كمان طريقة تقديم الهدية بتفرق، لما تعملها له بطريقة مفاجأة، لما بتحضرها له بطريقة لطيفة، كل الحاجات دي بتعكس اهتمامك بأولادك وبتخليهم دايما فاكرين لك الحاجات. آخر لغة بقى مشهورة، لغة الحوار أو الكلام. إن كنا شفنا أن اللمسات لها دور، الأعمال لها دور، الوقت له دور، الهدايا لها دور، فالكلام له دور كبير قوي. كلام بين الأب وابنه وبين الأب والأم وأولادهم ممكن يعمل من ولادك حاجة. لا تتصوروا احنا في زمن محتاج تشجيع قد ايه، احنا كبار بنحتاج للتشجيع.
كم وكم أولادنا اللي طالعين في عالم كله خبط ورازع. أرجوكم شجعوا أولادكم. كل ما تلاقي حاجة عدلة هتقول لي ما فيش حاجة عدلة، أقول لك العيب في النظر. لا، في حاجات عدلة وأنت اللي مش واخد بالك. في حاجات حلوة، شجع الحلو يزيد، أنقد الغلط يزيد برضو. شجع الحلو يزيد، أنقد الغلط يزيد. أنت عاوز الحلو يزيد والغلط يقل، غمض عن الغلط وشجع الصح، الدنيا ليها طعم تاني. قول كلمة حلوة لأولادك، افتخر بيه قدام الناس، خليه يوصل له الإحساس ده إنك فخور بيه، من غير ما تنفخه زيادة، من غير ما تقول عليه حاجة مش فيه خالص، يعرف إنها يعني تمثيلية ملهاش طعم. إنما شوف أي حاجة حلوة وكبرها، يقوم يحب نفسه، يثق في نفسه، يحب الناس ويحبك. كلمة أنا آسف لو طلعت من الكبير، ده درس عظيم لأولادنا طول العمر، إن الكبير ممكن يغلط، وإنه لما يكبر هو كمان يقول أنا آسف. إنما أنت كبير ما بتقولش آسف أبدا، أنت علمته 100 حاجة غلط في الحتة دي، علمته كبرياء وعلمته قسوة وعلمته أنانية. كلام الاهتمام والحب، كلام البسيط اللي فيه نوع من الاهتمام والحب، مجرد الاستماع للي هو بيقوله، دي طريقة بتعبر بيها عن حبك لأولادك. ليه بقى حواراتنا بتفشل عادة؟ ليه الكلام بيننا وبين ولادنا ما بينجحش كفاية؟ هقول بعض الأسباب. من أكتر الأسباب اللي بتفشل حواراتنا مع أولادنا الانفعالات. نادرا ما تلاقي بيت فيه شاب إلا وتلاقي الصوت بيعلى، أو الأطفال. ليه؟ بقت مين يعلي أكتر؟ ما هو ده مش حوار، دي خناقة. لو الأب والأم تعودوا يحكوا مع أولادهم بطريقة لطيفة ويضحكوا، عمرها ما هتوصل لانفعال وعصبية. لو أنت نفسك طويل وعارف يعني ابنك في سن المراهقة، ابنك في سن المراهقة عاوز تولد بال، عاوز دايما منك يعني احتمال. هو بطبعه في السن ده في تمرد، في عنف، في يعني ما بيعجبوش حاجات كتير، طول بالك عليه. انما كل كلمه يقولها تزعق له وتشخط فيه، تم خلاص، انت بتخليته هو كمان ما يعرفش يتحاور ويزعق. والعصبيه عدوى، لو انت عصبي ابنك هيطلع عصبي. وما تقولش بقى اصله مش مؤدب، لا بصراحه انت السبب، انت عصبي ابنك هيطلع عصبي، ملهاش حل. شو يعني بالكاد يمكن ما يردش او يمسك نفسه عن الرد، لكن بقى عصبي من جوه. فعالج نفسك قبل ما تعالج أولادك. تاني حاجة بتفشل الحوار، الوقت غير المناسب. يعني إيه؟ يعني عشان نعمل حوار المفروض يبقى الوقت هادي، يبقى القعدة كويسة، ميبقاش التلفزيون عالي وعمالين نتكلم زي طرش كده. يعني ما هو لازم ينطفي التلفزيون عشان نحكي، لازم الدوشة اللي بتحصل تهدى عشان نعرف نتكلم. إنما الدنيا دوشة خلاص مش هنعرف نتكلم. المقاطعة والتهكم، ساعات الكبير يقاطع أو يتهك. كل ما يجي الولد يقول كلمة أو البنت تلاقي نقطعه أو نتهكم عليه، دي تبوظ أي حوار، تغيظ طبعا. الاستعجال، دي غلطتي وغلطة ناس كتير قوي، إن احنا مستعجلين فمش مدين فرصة لأولادنا يعبروا. طب سيبه يعبر ويحكي، وهو صغير يحكي على قد ما يعرفه، لما يكبر يحكي بطريقة أفضل. الاستهتار بالكلام، انه يجي يحكي في اي حاجه ما تديلوش اهتمام لانه كلام عيال. الحاجات اللي بتبوظ الحوارات التشبث بالراي، ان الواحد يبقى انا كبير وانا اللي فاهم وانا اللي كلمتي صح. طب خلاص، يبقى انت بتقول له ما تتناقش معايا تاني، هيناقش حد تاني غيرك. التلفزيون طبعا من اكتر الحاجات اللي بتضيع الحوار. هقول لكم كده آخر حاجة بقى خالص، حوار 4 حروف، كل حرف يعلمنا 3 حاجات مهمين عشان نعرف نعمل حوار مع أولادنا. الحوار الحاط يقول لنا حب، حرية، حكمة. عاوز تنجح في الحوار بينك وبين اللي بتتحاور معاه في حب، يعني أنت بتحبه، نظراتك في حب، طريقتك يا حبيبي،
كلمة يا حبيبي انت اللي بتقولها او يا حبيبتي لبنتك اللي بتقولها دي لوحدها تخلي الحوار ينجح. وكلمة الحكمة يعني ايه؟ بتختار الطريقة اللي ترد بيها، بتفكر قبل ما تتكلم، بتسمع كويس عشان تفهم اللي بيتقال. حكمة. حرية، يعني ما عندكش مانع ابنك يقول اي حاجة ونتفاهم، ما انتش حاطط له حواجز، ولو غلط في الكلام تقول له بص الطريقة دي مش حلو، الكلمة دي مش مناسبة، لكن في حرية. الحاح علمتك ثلاث مبادئ ينجحوا اي حوار: حب، حكمة، حرية. الواو تعلمك ايه؟ وسع قلبك، وطي صوتك، وضب كلامك. يعني ايه؟ وسع قلبك الاول بالذات مع اولادك، وسع قلبك، فوت شوي. قالوا كلام فاضي، طب يعني هيقولوا لمين يعني؟ ما تسمع، ما احنا ياما بنقول لربنا كلام فاضي ويستحملنا. عاوزين يحكوا عن اصحابهم وانت ما فيكش دماغ، سيبهم يحكوا، مش ده عالمهم وجوهم. وسع قلبك، وطي صوتك، ما تحتدش ابدا، والا هيبعدوا عنك، والا هتقطع العلاقه بينك وبينهم. دايما وطي صوتك، خلي نفسك طويل، وضب كلامك، يعني رتب ايه اللي يتقال. ساعات نتكلم مع اولادنا بدون ما نفكر، بالعكس اولادك اغلى حاجه عندك، دول اللي لازم تفكر 100 مره تقول ايه، لان الكلمه هتقعد في دماغه، هتقعد طول العمر. الالف تعلمنا ثلاث مبادئ: احترام، احترمه، احترمه، مش هتوقف له هو بيكلم، لكن احترمه يعني اسمع له، خد على كلامه، فيش مانع تاخد برايه احيانا. اهتمام، احترام، اهتمام، استمرار. اهتمام يعني اهتم باللي بيقوله، اهتم. يعني يجي شاب يقول لوالدي: بابا انا اليومين دول متضايق قوي. يا ابني متضايق ليه؟ مفيش حاجه، ما احنا موفرين لك كل حاجه. طب خلاص مش هقول لك، مش هقول لك. تاني يوم يشرب مخدرات. ليه؟ عشان ملاش اهتمام. انا متضايق، متضايق جدا، وفي حاجه وجعاني جواي ومخنوق من جواي وداخل على دور اكتئاب. الاب قطع وقال له: ما تتضايق ليه؟ واللي زيك يتضايق ليه؟ ما احنا عندك وعندك خلاص خلاص ماشي. انت اصلك ما بتعرفش تتحقر. انت مش مهتم باللي بيقوله ده، كتر خيره اللي قال لك انا تعبان. ده انت تسيب اللي في ايدك وتاخده في حضنك تقول له: تعبان ليه يا حبيبي؟ بعد الشر عليك. قول لي ايه اللي تعبك؟ تعال نفكر سوا، اي حاجه ليها حل، انا عمري ما هسيبك. اهتم، لانك لو ما اهتمتش في بديل، والبديل اوحش. الاستمرار، ما تقولش خلصت كلام، الكلام مع اولادنا ما بيخلص. افتح الكلام وخلي الكلام دايما مفتوح. الره، رغبه وراي وروح. رغبه يعني ايه؟ في فرق بين واحد بيتكلم بنفس وواحد بيتكلم من غير نفس. واولادنا بيفهمونا، بتتكلم بنفس فتحت نفسهم على الكلام، بتتكلم من غير نفس سديت نفسهم مش هيتكلموا. رأي يعني ايه؟ ما تبقاش كلامك منزل، ارجوك كلامك مجرد رأي، بالذات مع الشباب. قول لهم، خليهم يتعلموا الاحترام ده، الحرية دي. يا اولاد انا رأيي، ما يسمع انك انت الكبير وتقول انا رأيي، يعني مش بتفرضه، انا رأيي انه الصديق ده مش مرتاح له، صدقني هيقول لك ليه يا بابا بس ده انا بحبه، ده هو مش عارف ايه. انما رأيك ده غالي جدا وهيقعد في دماغه، وهتثبت له الايام ان بابا معاه حق. انما الواد ده تبعد عنه، ماشي اوكي حاضر، هعمل اللي انا عاوزه من وراك. بدل دي الطريقه. في فرق بين الرأي اللي بيتقال باحترام وحب يبقى له ثقل، وبين الامر اللي ما اسهل ان اقول لك حاضر واعمل اللي انا عاوزه. الروح، الروح يعني دايما الحوارات فيها روح، روح يعني حيوية، فيها ضحكة، فيها فرفشة، فيها صداقة، فيها ايدين ماسكة بعض، فيها طبطبة، فيها بنقلب كل الدنيا ونحكي في كل حاجة. اشكركم على طولة بالكم، واعتذر ان انا يعني ببقى سخن شوية، انما اتمنى ان احنا نعرف نتحاور مع اولادنا وندخل اولادنا الى عمق المحبة اللي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعض. لإلهنا كل مجد وكرم للأبد، أمين. اللي أنا فاهمه قدامي 5 دقايق أتعامل مع الأسئلة دي، معرفش إزاي. أبونا قال 12 وثالث.
هل نفرق بين الولد والبنت في الرجوع متأخر بالليل؟ أيوة في بلادنا نفرق، لكن مرحلة عن مرحلة تفرق وكالتشر عن كالتشر يفرق. يعني في مصر الجديدة ممكن غير مثلا لما تروحوا الأرياف والبلاد، والولد مسموح له يمكن بساعة تأخير أكتر من البنت أو ساعتين. يعني بنحسبها بالنسبة للمجتمع، هي القصة مش ولد عن بنت، البنت زي الولد عندنا في القيمة، إنما في المجتمع بنشوف الناس بتفكر إزاي، وما بنبقاش نشاز عن المجتمع، وبنقنع بناتنا بكده، وبنقنع أولادنا إن السهر كتير في الشارع ده يضر. فين القراية وفين الصلاة وفين القعدة مع أهلك؟ فالسهر ده مش ميزة أوي. ابني 5 سنين بيكذب كتير، ما تنزعجش من الكذب بتاع الأطفال، إنما نبهه ما تقولوش يا كذاب أبدا، وإلا ياخد الصورة دي طول العمر. قول له حبيبي اللي انت بتقوله مش صح، وليه الواحد ما يقولش الصح؟ لان دي لو هتبقى كذبة يعني هتبعدك عن ربنا، وربنا ما بيمسكش ايد اللي بيكذب. عاوز ربنا يسوع يسيب ايدك؟ خليه ماسك ايدك، قولها له بطريقة هادية وافضل تابعه وما تتخضش. في الطفل في الطفولة بعض الخطايا بتبقى كده نوع من الخيال وحب الاستطلاع، وبعد شوية كل ده بيروح. بيقولوا التربية الشديدة القاسية هي التي تصنع الشخصيات القوية. لا، معترض. بينما التربية المثالية تخلق شخصا ضعيفا. لا، التربية الجادة تصنع شخصا قويا، مش التربية القاسية. القاسية بتطلع مجرمين أحيانا، فما تاخدهاش كقاعدة مسلمة. في فرق بين الجادة، يعني أنت بتربي أولادك على التزامات، على قواعد، على الوقت يتوزع مظبوط، على احترام بعض، على الكلام بأدب، بتربي ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، لكن مش ماسك لهم عصاية في كل صغيرة وكبير. لا، مين قال إن ده صح؟ فالقسوة مؤذية والميوعة مؤذية. الجدية، شوفوا ربنا بيربينا إزاي، يشد ويرخي، يدينا حب وكمان يدينا تأديب ساعة اللزوم. فالتربية الجادة تصنع شخصيات قوية، التربية الضعيفة الميعة أو القاسية تخلق شخصيات متمردة. ابني في مرة حصل انه كان بيصرخ خايف، ده نوع من الحاجة اسمها بانيك اتاك. يعني البانيك اتاك دي حاجة نفسية، الافضل تاخدي مشورة طبيب نفسي. بتبقى فجأة كده الانسان يجيله هلع، بنسميها ذعر او هلع، بسبب او بدون سبب. احيانا بسبب واضح، واحيانا زي ما هي بتحكي كده بدون سبب، مجرد كان قاعد لوحده في البيت وهو شاب جات له حالة ذعر، ابتدى يصرخ وينادي على الناس في الشارع. يفضل رأي حد من الاستشاريين، انما حاجة ما تخوفش برضه، يعني دي حاجات طبيعية بالذات في سن المراهقة وبتعدي. من 20 سنة كانت الاخلاقيات بين الشباب افضل بسبب الحزم في التربية. ظهر نفس السؤال. انا معاك ان التربية معت شوي بسبب التلفزيون وبسبب الرفاهية، انا موافق على الحتة دي. وعلى فكرة دي ليها تفسير قريته في كتاب اجنبي، انه بعد الحرب العالمية في ملايين من الابهات بعد الحربين العالميتين يعني ماتوا، فطلعوا علماء النفس بيحاولوا يغيروا في قواعد التربية، ومالوا جدا الى حتة التعاطف والطبطبة يعني ايه، خدوا الجانب الطيب زيادة في التربية. فابتدى يطلع جيل من الخمسينات وطالع، ابتدى الكيرف ينزل، يعني ايه، ابتدت الحكاية محدش يشد على اولاده، محدش يقدم، محدش يشخط، محدش يعاقب. طبعا احنا بندفع ثمن دلوقتي. الاعتدال هو الصح، لازم تشد ولازم ترخي، تشد على طول غلط، ترخي على طول غلط. لازم ولادك يخافوك ويحبوك، حاول توصل لدي زي ربنا كده، بنحبه وبنخاف منه، بنحبه وبنعمل له حساب، بس بنحبه فعلا. الشطر اللي يوصل لدي انك تحب ابوك وتعمل له حساب، اولادك يعني. بنتي عمرها 5 سنين واحيانا مش بتقول الحقيقة بادعاء انها بتهزر، برضو نقعد معاها ونوعيها، لكن ما ناخدش الحكاية قفش، بالراحة شوية. من 6 سنين يفضل الاطفال يبتدوا الاعتراف، لمجرد ان هم
يقربوا من آباء الأطراف بيتعودوا على فكرة السر، فكرة التلمذة وفكرة الأبوة، حاجات حلوة. حتى لو خد دقيقة مع أبونا، أبونا ياخده في حضنه يقول له بتصلي حبيبي، بتكذب، بتسمع الكلام، طب بلاش نكذب تاني، خلاص. هو حس إنه له مرجع بيرجع له، المرجع ده يمثل الله، وكيل الله. فالمعنى ده جميل قوي في الطفولة. بنتي بتعاني من خوف زائد، عمرها 10 سنين، بتخاف من النوم في الضلمة وبتسيب سريرها وتنام معانا. برضه عاوزة ايه بالراحة، تشجيع مستمر، كلام عن ربنا، نحط لها آيات، نحط لها صليب تحت المخدة، نسيب سهاري صغير في أوضتها تنام في نور خفيف. ما تتخضوش من الحاجات، كلها حاجات طبيعية، بس ده أحيانا بيبقى تنبيه إن البيت ما فيهوش سلام، ان الكبار بعاد شوية عن البنت دي نفسيا، ان هي في حاجة ربت جواها القلق. يا ترى عدم اتفاق الكبار، يا ترى العصبية الزيادة، يا ترى المشغولية الزيادة، نقعد ندور بقى في الاسباب، لانه اي تعب للاطفال ندور في الكبار، دي قاعدة. اي تعب في الاطفال نفسي ندور في الكبار على طول، الطفل ما بيتعبش نفسيا الا بسبب الكبار. ابني ما بيسمعش الكلام الا بالضرب. لا غلط، انت اللي وصلته لكده. وفي نفس الوقت والده بيدلعه زيادة، يعني الام تضرب والاب يدلع، ده كده هيجي له فصام في الاخر. منتهى الخطورة، لازم تتفقوا ككبار، لا انت تضربي ولا هو يدلع، خليكم معتدلين. ايه نزوم الضرب؟ نتفق، ممكن نحرم من حرمانات معينة، نعاقب، نأدب. الضرب ده آخر حاجة ويفضل بلاش، لأنه الضرب ساعات يسيب عاهة نفسية، عاهة نفسية مش عاهة ظاهرية. يعني مثلا أب إدى ابنه بالقلم على وشه، ساب جواه عاهة نفسية، نفسية يعني هيفضل طول عمره عنده نوع من الكراهية للرجالة أو الحقد على الناس، أو لأنك أنت أذيته زي اللي عمل عاهة في جسم واحد. فما توصلش لدي، انما شد، زعق، احرم، امنع، عاقب، ادب، حط قواعد، خليك قدوة، اعمل الصح وطول بالك، هتوصل للي انت عاوزه. لكن فكرة الضرب دي مؤذية جدا، والدلع في المقابل طبعا مؤذي جدا، ان واحد يشد زيادة والتاني يرخي زيادة، كده غلط خالص. مش عارف اتحكم في سلوكي قدام ولادي. بص انصحك بحاجتين، اولا لما تغلط قدام ولادك اعتذر، اعتذر، صدقوني ممكن كلنا نعمل كده، حتى احنا كهنة، اذا انفعلت زيادة قول لهم انا اسف، انا اسف ان انا انفعلت، انا اسف ان انا اتأخرت، ما كانش ده التصرف الصح، قول كده. يقوم ولادك على طول يمسحوا الحتة دي من الشريط، ما تفضلش الصورة السيئة جواه. باعتذارك انت عملت مبدأ جميل قوي، انا ممكن اغلط بس انا بعرف الغلط وبراجع نفسي، يلا يا اولاد اللي منكم يغلط يعمل كده. وفي نفس الوقت انت كبرت في عينيهم، لكن طبعا درب نفسك انك تتفادى الاخطاء بالذات الظاهرية في التصرف والكلام، لانه قدام عيالك دي هتبقى جرحها صعب. الناس ما بتنساش الخطايا زي ربنا، ما الفايدة من المغفرة؟ لا، الغفران اللي يهمنا غفران ربنا. الناس سامحوك او ما سامحوكش دي ترجع لهم، اديك بتعتذر وبتحاول تتودد للناس تاني، انما بدل بترجع بالتوبة ربنا رحيم، زي ما داود يقول اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. فاللي يهمنا اكتر غفران الناس، غفران ربنا، غفران الناس، ربنا سمح بيه خير، ما سمحش هنفضل طول عمرنا نحاول نحايلهم، لكن هنكمل حياتنا في سلام. اخر سؤال، بنتي بتحب ولد في اولى جامعة وبتكلمه وبتبعت له، وانا مش عارف اعمل ايه. برضو الافضل ان احنا نتعامل مع الحاجات دي باعتدال، بهدوء. يعني ايه؟ بنمسك الشاب من دول او الشابة ونقول له يا حبيبي انت في وقت لسه هتتغير، مشاعرك دلوقتي مش مستوية، مش ناضجة،
فدلوقتي لما ترتبط بحد وتيجي بعد سنة انت تتغير او هو يتغير، الموضوع ده هيتكسر بينكم، هيحصل جرح في المشاعر. الجرح ده ممكن يأذيك طول حياتك، تفضل مش عارف تحب تاني، مش عارف تدي قلبك لحد تاني. فمفيش داعي نلعب بمشاعرنا في المرحلة دي. بعدين اقول له منطق تاني، هل العاطفة دي مش هتعطلك عن ربنا او هتعطلك عن مذاكرتك؟ منطق ثالث، هل العلاقة دي مش هتطلع سمعة ملهاش لازمة؟ يجي في يوم من الأيام حد فيكم يرتبط يقعدوا يقولوا مش ده كان صاحب فلان ولا صاحبة فلان؟ منطق رابع، ما إيش دراك اللي إدت قلبها النهاردة ما تديش قلبها لواحد تاني في نفس الوقت؟ هو فين الالتزام اللي بينكم؟ وليه الحكاية تبقى في الضلمة؟ ليه ما تبقاش في النور؟ ليه أب الاعتراف ما يعرفش وناخد على كلامه؟ ليه الأهل ما يتكلموش؟ وبعدين انت هتوعد بايه وانت في اولى جامعه؟ قدامك العمر كتير قوي عشان ترتبط، معاك على الاقل 7-8 سنين عشان تتخرج وتجهز نفسك وبتاع. هتربط البنايه جنبك 7-8 سنين، ده تقبله على اختك. بنقعد نتكلم بمنطق، مش بنقول غلط وخلاص، بنقنع ونقول له بص، الشاطر اللي يملك نفسه فوق كل تحفظ احفظ قلبك، من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. الشخص القوي هو اللي يقول لنفسه لا، مش كل حاجة يمشي فيها الواحد ورا نفسه. أشكركم على طولة بالكم وأعتذر عن التأخير. لإلهنا كل مجد وكرم للأبد.